هل هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب النبي فاقتلوه وإن تاب؟ لا يثبت بهذا اللفظ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الباب أدلة أخر. أما الأحكام طبعا لابد له من جلسة يحاكم فيها ويسأل فيها. بارك الله فيك.